اعتقد يا صبا لازم ادي الكلام بالموضوع. اسمع مني، لازم نجيب معلومات اكثر، ولازم همين نتواصل ويا صاحب العلاقه حتى هو يحكي للمشاهدين. مقتنع انت بهالكلام؟ اكثر صراحه. شنو؟ لا يصورون كالعادة. بدون استئذان تدخل كاميرا ستارز اون يو تي في. شلون استعدادك للحلقه؟ الحمد لله تمام. جاهزه؟ كلش. شو رايك نبلش حلقتنا اليوم هسه من انا؟ انت ليش على طول من انا؟ ليش ما تحب الاستوديو مالك؟ الكاميرا الكاميرا. اليوم اكو حوارات وحصريات الله نارية. تخبل تجنن. فقط بستارز اون يو تي في طبعا. بلش؟ يلا. سلاف تفجر مفاجأة، ممثلة حاولت توقف ضربة زاوية. ممثلين ممثلات والحوار كلش مهم، لا تفوتون، لأنه سلاف حكت وفتحت قلبها أنه بستارز اون يو تي في. أحمد الخفاجي ضيف دائم وبطولة عربية ويرد على كل الانتقادات. شوفوا البوستات بال 2019 حتشوفوني أنا ثائر موجود. مهند العزاوي خصنا بجديدة، أغاني وشعر من داخل الاستوديو. تشبه نظرة الخسران للفائز. بنات أحمد زاهر بحوار ممتع بمهرجان فضائيات العربية. أنا عايزة أبقى على طول ممثلة. ومن كواليس هروب شجون الهاجري وماجي بغصن سوية، بس شنو السبب؟ جسدتها وخلصت وصعبة جدا. باسم أغنية هاجم محمد رمضان ويقول له ويانا عيب ما تحتاج بروكندا. بكفي، مش بحاجة لإثارة الجدل. إسماعيل تمر وقصي خولي قصة نجاح وسبب إخفائه لزوجته. ممكن يسبب هذا لأنه نحن نترك. وبعد عندنا هواي حصريات وأخبار بستارز أون يو تي في راح تشوفها بالحلقة. لازم ندخل الاستوديو ونبدأ. يلا نفوت. مساء الخير، حلقة جديدة من ستارز أون يو تي في انطلقت هسه. شلون تسوى؟ الحمد لله. شكوك شخبارك؟ الحمد لله كله تمام. مثل ما كل أسبوع موعدنا يتجدد بالبرنامج الفني الأول اللي يرصد كل تحركات نجوكم المفضلين ويتابعهم وين ما كانوا. البداية طبعاً رح تكون من بغداد، ولقاء سوبر ناري سوا زميلي علي ويا النجمة سلاف. صراحة كان اللقاء كلش حلو بصراحة. سلاف وهي من النجمات اللي حافظوا على تواضعهم بعد النجاح الكبير اللي دنشوفه، وبصراحة فاجأتني كلش بعفويتها وصدقها. صحيح. وصراحة سبا اللقاء ناري. حتى حكيت لي انه انت يعني قبل وقت المقابلة كانت سابقتك هي. كانت موجودة قبل كادر التصوير وكل شيء وكان جاهزة. انا احب الفنان اللي يكون عند موعده ويجي، لانه هو حقيقة بشكل يعني عام كل شخص حلو يكون عنده مواعيد دقيقة. اي فسلاف أنا كلش متحمسة، حتى حكت عن المشاهد اللي زعلتها واللي بتشتها خلال تصويرها ضربة الزاوية بالكواليس. نعم بكواليس ضربة الزاوية، وحكت على تفاصيل كثيرة. وإحنا حقيقة هذا اللقاء راح نقسمه جزئين، بس هذا الجزء اللي راح نشوفه هسه كافي تحرق التقرير، كافي عاد. خلال زيارتي الأخيرة لبغداد الأسبوع الماضي التقيت بالنجمة الجميلة سلاف، وقررنا نطلع الناس بحوار كلش ممتع خاصتنا بي سلاف، وحكت لأول مرة عن هواي أمور كلكم بانتظار تعرفوها، وكشفت عن تفاصيل أعتقد راح تكون صدمة للجميع. بداية حوارنا عن شخصية كوثر والنجاح الكبير اللي حققته سلاف بمسلسل ضربة الزاوية اللي دطل بي على يو تي في. أنا أول شيء ما أستثني كل الأعمال اللي اشتغلتها، لكن ضربة زاوية هواية أثرت بي. يعني المسلسل على مدار تصوير بي كل هواية بتشيت بي. أكو شغلات يجوز الجمهور ما يعرفها، إنه المخرج تعب علينا. تحياتنا للمؤلف محمد خماس، تحياتنا للمخرج كان صديق متواصلين بس ما كان بيناتنا تعامل، الأستاذ علاء الأنصاري. العمل هذا بالبداية هواية لاقينا بيه مشاكل، يعني خصوصاً إنه هو يلم مجموعة فنانين نجوم شباب. نجوم الشباب من تطلع لازم وياها نجوم كبار حتى يبرزون. صحيح. فكان هدفنا انه نوصل دول شباب ونتكلم عن قصة راح تخلد. سلاف شفناش بالكوميديا والدراما، لكن ضربة الزاوية كلش مختلف. شنو الشيء المتميز اللي شدش للدور؟ كوثر ايش خلت انه المرأة اللي تصبر على فقدان رجلها وتسوي المستحيل حتى تشوفه، وهي في انه تكون مقبلة على انه يجيها طفل، مقبلة على أنه يجوز يموت أو ما يموت، بنفس الوقت أنه رجلها ظل بين أنه يكون
صاحب ضمير وبين انه يبيع ضميره. وممكن تقول لنا عن مواقف صارت وياكم بالكواليس المسلسل او بدايات تحضير المشروع؟ نحن بنيجي يقول لك علي احنا راح نسوي لك تيست انه لازم تعرف نعرف شو تصويرك او شو راح تقدم هذا المشهد. فالمخرج قال اريد تيست. قلت له استاذ يعني معقول انه اسوي تيست؟ قال لي انا مو شاك بقدراتك بس اريد اعرف انه هاي الشخص في باله صوره اي انه هاي الصوره انه خلص توالمها حتى لا يظلم. اعرف يا سلاف انه مشهد الولاده بالمسلسل كان كل صعب عليك، ممكن تحكي لنا عنه؟ هذا المشهد طلبت من المدير الانتاج ومن المخرج انه ماكو حد يبقى غير المصورين ومهندسه الصوت، فقط المصور يقدر يتحرك وانا والممثله حتى اقدر اخذ الجو اللي انا بيه من يكون الفضاء اللي انت عايش بيه كل الناس ما راح تاخذ اللي انت رايده تطلع. يعني هوايه كواليس عشناها بيومها قمت جسمي كله منمل لان خابرت ناس عايشين هاي الحاله تاكدت من عندهم. قبلها بيوم رحت المستشفى ودخلت العمليات حتى اشوف عمليات الولاده اي طبيت للخدش من الاطفال يعني لحد ما وصل الطفل تعايشت وياه فترة كلش طويلة. الأطفال الموجودة اللي كلها على مود إنه أعيش الأجواء. بعد التفاصيل اللي كشفت عنها لأول مرة حبينا نعرف شنو المشاهد اللي بكيت عليها وبكت الممثلين وأثرت بيهم. أنا عندي مشاهد ظلت أبكي بيها بحيث المخرج قال خلوها تكمل بكيها وبعدين طبوا لها التصوير. خصوصاً أغنية رحمة. رحمة يا دائماً لازم. لازم تبكي يا رحمة. لا يعني شباب اشتغلوا ونقطة مهمة إنه خلدت أوقات مهمة لازم كانت إنه تكون موجودة. معلوماتنا الأكيدة تقول إنه بعض الجهات حاولت توقف تصوير مسلسل ضربة الزاوية، شنو تقولين عن هذا الكلام؟ هو مع الأسف لو كان غربة نقولهم ما يخالف، يعني أنا أعتذر من هذا الكلام إنه ممكن هذا بس هذا تصريح خطير. يعني أكو أشخاص أنت تعرفيهم حاولوا يوقفون العمل من داخل الوسط الفني؟ ده طبعاً بعد إذن قناة يو تي في وبعد إذن منتج المنفذ نبيل طاهر والمخرج علاء الأنصاري. يعني من الناس اللي كنت بيني وبين المخرج وبين المنتج اللي تعرف كل الموضوع. العمل أكثر مرة راد يوقفه حتى لا يضرب على غير شركات إنتاج مو كل الشركات. أثروا على الجهات الأخرى إنه هذا العمل ممكن يتكلم عن الدولة. سلاف نفهم من كلامك اللي رادوا ويوقفون العمل مسلسل ضربة الزاوية هم ممثلين؟ ممثلين ممثلات وشركات إنتاج مو كلهن شركة لو شركتين. نشكر كل من ساهم وحاول إنه يوقف هذا العمل إنه خلانا القوة إنه نرجع العمل ونسوي ضربة الزاوية. سلاف جريئة جداً بصراحة وهالكلام اللي تقولينه أكيد ما راح يمر مرور الكرام، بس الأهم أنه بعد كل هالتحديات العمل اليوم متصدر ترند ودي يحقق نجاح كبير على قناة يو تي في. كل واحد أخذ حقه وكل واحد ما صار أفضل من الثاني. كان هدفنا أنه النجوم الشباب تطلع بالصورة الجميلة، ما هدفي أنه أنا غيرانة من فلان أو أنا غار من فلان عمل. طلعنا العمل لأن هو يخلى التاريخ. أيام لازم انه تبقى بالذاكره، لازم الاجيال اللي جايه تعرف شنو اللي صار بالحقيقه. قبل نختم اللقاء شنو تقولي لكل المتابعين اللي يتابعون ضربه الزاويه واكشفي لنا شويه شنو المخبى بشخصيه كوثر. بتشتني هوايه بتشتني هوايه هوايه. يعني المشاهد اكو مشاهد المخرج يقول لي ما اريد دموع. هواية بتشتني هواية ضافت لأمور هيك شخصيات لازم إنه نشتغلها حتى تسقل الممثل. يلا نحمس الناس همين الأحداث الجاية بالمسلسل. بعد أكو أحداث أقوى ومغامرات وأكشن اللي كنا نتمناها نشوفها واللي نشوفها. تتذكر يعني من نقول مسلسل ذئاب الليل كنا نشوف شون الأكشن هذا لا كلش صاعد بيها. يعني علي رغم كل الصعوبات اللي حكت عنها سلاف إلا أنه المسلسل طلع على الهواء وده حقق نجاح كلش كبير ومتصدر الترند بالعراق. بكل تأكيد مسلسل ضربة الزاوية اللي يعرض على قناة يو تي في حقق نجاح باهر وضربة مدوية لكل شخص حاول يوقف هذا العمل. خلينا نقول للناس أنه الجزء الثاني من لقائنا ويا سلاف راح تشوفوه بالحلقة الجاية وبعد أكو أخبار واحنا رح نبقى ويا نجوم ضربة الزاوية بس هالمرة من بيروت بلقاء خاص ويا أحمد الخفاجي اللي صار ضيفنا أسبوعياً مثل ما قلت ما شاء الله نشاطات أحمد
كلش كبيره وكلش هواي، واحنا من المتابعين وين ما يكون. خلونا نشوف التقرير ونرجع ونعلق على تقرير احمد الخفاجي. خلينا نشوفه سوي. الممثل أحمد الخفاجي بهاي الفترة كلش نشيط، على مود هيج دا يكون شبه أسبوعياً ضيف عزيز علينا، فبعد جولتنا وياه داخل كواليس مسلسل ضربة زاوية قبل أسبوعين، وبعد ما التقينا الأسبوع الماضي ببيروت بحفل ميركس دور، قلنا بهالحلقة جلسة خاصة وياه. أنا مو صغير حتى حد يضحك علي، أنا طلعت بكامل قواي العقلية وما ندمان على هذا الشيء. ترافقاً ويا النجاح الكبير اللي دا يحققه هو وكل نجوم مسلسل ضربة زاوية اللي دا ينعرض على يوتيوبي، أحمد كلش سعيد بهالتجربة وبدأ حوارنا بكلامه عن العمل وواقعيته وارتباطه بأحداث ثورة تشرين. مع يوتيوبي وإنتاجه لهذا العمل الضخم مثل ضربة زاوية وأعطائي دور بطولة في هذا العمل، شخصية حمزة شخصية طلعت تشبه أحمد الخفاجي تماما، شاب تشريني مع الوطن مع حقوق الشباب، وهو واحد من هذول الشباب وكب داخلك أنت ضمير يشتغل، هو اللي خلاك تتوجهين على التحرير. وإن كنا في البداية ممكن أول يومين ثلاثة ما مقتنعين بالموضوع، لأن نقول أوكي الثورة هي مثل كل مرة الناس حيروحون بيها ويرجعون لبيوتهم، لا، هالمرة الثورة نجحت وغيرت، صح ما غيرت تغيير جذري وإنما صار أكو تغيير نوعا ما. عمل ضربة زاوية نقل أحداث حقيقية، وبدليل بأنه كثير من المشاهد كانت هي مرتبطة مع مشاهد إحنا عدنا بالتمثيل. الناس والفانز وعلى صفحات السوشيال ميديا صاروا يربطون مشاهد أنا منزلها بال 2019 مع مشاهد إلي بالمسلسل، فهذا هو الشعور اللي حسسك بالمسؤولية، رهبة وحب بنفس الوقت اللي دا يصير. يعني من صدق شكرا يو تي في لأنه أنطتونا هاي الثقة إحنا كعائلة ضربة زاوية. احنا لحد هسه احنا نعرض المسلسل وخلصنا من التصوير لكن دائما على تواصل، الشيء اللي سويناه نحسه يعني كان خصنا احنا كاشخاص كافراد بالمجتمع العراقي. ماكو شك يا احمد، الف مبروك النجاح اللي بدك تلمسه حاليا خلال عرض العمل. حقق ترند بالعراق ومشاهدات بالملايين، كادر كان جيش كبير يعمل على هذا العمل من داخل وخارج العراق، فعلا كان شغل ناجح وحلو ومبروك لنا ولكل الناس اللي حبت هذا العمل. دا نشوفك بالمسلسل تلعب دور ثائر، وهالشيء فتح باب الانتقاد، خصوصا انك باول ثورة تشرين ما كنت ويا الحراك الشعبي، شنو ردك؟ ردي شوفوا البوستات بال 2019 حتشوفوني اني ثائر موجود. انا مع الثورة السلمية، مع انه احنا ما نضرب اي واحد وان كان يعمل بالقوات الامنية، لان دول عراقيين تمام، احنا طالعين على الحكومة. لما نضرب احد من القوات الامنية اللي موجودين على ساتر وان كان هو انسان غير جيد وما عنده ضمير ولاء للدولة اللي هي احنا قد نكون طالعين على هواي اشياء هم ما مسويها مو زينين ويانا، بس احنا طالعين حتى نطلع سلميين وبصورة جميلة، لانه ضربتنا على احد من هذول اللي موجودين على ساتر حتى يحمون الحكومة هي راح تأثر على ثورتنا. سلمية 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 سلمية. احنا كنا عراقيين، احنا طالعين لهدف واحد، نتخلص من الفاسدين اللي صارهم سنين متشلبين بالكراسي، هذا كان هو غايتنا بصراحة. شنو سمعت تعليقات بعد العمل؟ ممكن يكون هو ضد المظاهرات مثلا مع استمرار الفساد، او مثلا يكون هو يقول لك احنا لا ما كان في عندنا علاقات حب بالتحرير، ليش مطلعين بالمسلسل علاقات حب؟ شلون ما عندنا علاقات حب؟ الحب موجود بكل مكان، بعدين الحب شيء حلو، الحب مو اساءة للمجتمع. لما الولد يحب بنيه بداخل التحرير وين المشكله؟ يعني لازم انت اذا تفكر بطريقه سلبيه معناها انت اذا تحب تفكر لجانب ثاني لغرائز ثانيه، لا حبيبي احنا حب طالعين جمعنا الوطن وعلى حب الوطن جمعنا، فاذا صار حب بيناتنا ومشاعر متبادله امر جدا طبيعي، هذا موجود بالعراق، وين قاعدين؟ دفاعك وحماسك للعمل يكشف انتمائك الحقيقي للمشروع. بكل الاحوال مبروك نجاحكم ونجاحنا وياكم. اختار لنا يا احمد اسم عربي تريد تمثل وياه كتمثيل بصوره عامه، يعني كوايك واسماء بمصر خصوصا مثلا الشباب ياسمين عبد العزيز، هند صبري يعني كموجودين بمصر، ياسمين صبري هو اسماء بصراحه يعني جميله في مصر كبنات يعني. ومنو من لبنان تختار؟ لا هواي لكم هواي حلوات انتم هنا لازم نختار هواي، بس ك يعني احب تمثيل نادين نسيم جيم يعني ما شاء الله. وبالعراق منو تعجبك تجربتها بالدراما؟ بالعراق عندنا هواي اسماء، سولاف ويا صبا ابراهيم، هند نزار اثبتت نفسها خلال رمضان الماضي ما شاء الله قدمت شغل رائع، اساور بيداء براء كلهم كانوا رائعين،
فأهم شيء أكو كيمياء وبالعمل، هذا أهم نقطة بصراحة. يعني أنا ممكن أكو أسماء ما ذكرتها لكن هم جيدين مثل الأسماء اللي أنا ذكرتهم. بين التمثيل وتقديم البرامج الكفة تميل وين؟ فمن بعد تجربتي بضربة زاوية ومن بعد 7 سنين برامج بصراحة ميولي أكثر اكتشفته للتمثيل. هاي حسراً للستارز أونيو تي في للتمثيل أكثر من تقديم البرامج، لكن أنا عندي الشغف والموهبة بتقديم البرامج ونجحنا بيها خلال 7 سنين، لكن التمثيل اللي هو أنا بدأت بيه وفزت بيه وطموحي وهدفي اللي بلشت بيه بصراحة ودراستي ضمن دراستي. يعني طالب ومتخرج من أكاديمية فنون جميلة وسينما وتلفزيون ضمن اختصاصي. أخيراً يا أحمد، شنو تتحضر؟ ما نقدر نقول تفاصيل 100%، لكن عمل مشترك مصر السعودية. أنا راح أكون موجود بطولة مطلقة إن شاء الله، الشغل كلش حلو راح يكون، ففاتحة خير من بعد ضربة زاوية إن شاء الله. شكرا لكم على ما قدمتوا في ضربة زاوية، ست زينة، أستاذ أدوار اللي بغداد، الكل جميعا، كل القائمين والمدراء والمسؤولين والمؤسسين، نريد أنه تستمرون في دعمكم للطاقات الشبابية العراقية حتى فيما بعد. أعتقد الكلام واضح، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن الظن. وتحياتي لكم أخوكم أحمد الخفاجي، مع السلامة. يعني ليش دائما يخلونا نخمن ونحلل؟ شو تقول منو راح تكون البطلة ويا؟ أنا صراحة أحمد. أشوف إنه سمعت بالكواليس إنه راح تشارك البطولة هي مي سليم. أوف صدق؟ هذا اللي سمعته أنا. أنت تسمع بس تجيب أخبار. بس إحنا بستار. حلو بس أنت خربت عليه هسه. ما يخالف ماكو صديقنا أحمد الخفاجي وما يزعل. بس احنا بستارز اون يو تي في راح نجيب كل الاخبار الحصريه يا صباح. ونروح للقاهره هسه لتغطيه مهرجان الفضائيات العربيه اللي كان الحديث الابرز الاسبوع الماضي بالقاهره، وبنات طبعا احمد زاهر اللي شاغلين الدنيا بالاخبار، وكانت نجمات الحفل وحوارنا وياهم كان كلش حلو وممتع. نشوفها سوا. فريق ستارز اون يو تي في ما يفوت ولا فرصة وحضر وغطى مهرجان ضخم كلش قوي بنجوم الفن والدراما بالعالم العربي. وبما أنه مهرجان الفضائيات العربية هالسنة بالقاهرة كان كلش مهم وحضر عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، تواجدنا ورصدنا أجمل اللحظات على الريد كاربت. ومن الحاضرين رصدت الكاميرا نسرين طافش، حمادة هلال، أحمد زاهر وبناته، وروجينا ومحمد رياض وغيرهم هواي فنانين. وسوينا لقاءات ويا بعض النجوم اللي تواجدوا على مود يتكرمون عن أعمالهم. البداية ويا النجم حمادة هلال اللي تكرم عن مسلسل المداح اللي حقق حضور حلو برمضان. الحمد لله، وده التكريم ال 11 ولا ال 12 الحمد لله، فدايما إن شاء الله بإذن الله خير. بعد حمادة التقينا بالطفلة منا بنت أحمد زاهر اللي تكرمت عن آخر الأعمال اللي شاركت بها وكان مسلسل ليلى ويا منا شلبي. أنا جاي النهاردة سين جايزة ومع بابي ومع مامي ومع ملك وليلى، مش عارفة أقولي بس مبسوطة قوي. وهذا اللي حابة تقوله لوالدها وخواتها قدام الكاميرا. شكرا قوي يا مامي ومامي وبابي وأخواتي عشان تو ساعدتوني عشان أمثل وعشان أعمل كل حاجة وعشان أبقى مبسوطة وكده. ولما سألناها إذا كانت حابة تكفي بالتمثيل أو لا، هذا كان جوابها. أنا عاوزة أبقى على طول ممثلة، مش عارفة، مفيش حاجة، بس إن شاء الله هيجي حاجة. مو بس منا كانت نجمة الحفل، همي الملك وليلى بنات أحمد زاهر خطفوا الأضواء. تقول أنا بقى الطلعة دي، ليلى وبابي ومنى التلاتة ما شاء الله ما شاء الله بياخدوا جوائز، فأنا جاية عشان أدعمهم وأكون موجودة معاهم وفخورة بيهم قوي. حاسة إن أنا التعب، كل التعب اللي تعبته بيبقى فيه نتيجة بعده، والحمد لله يعني. بس مبسوطة قوي إن أنا بتكرم وإن أنا الناس بتحبني وناجحة الحمد لله. زين، إحنا ممكن نشوفكم سوا بعمل واحد؟ نتمنى والله، لان احنا بنحس ان احنا كيمستري بينا حلوه يعني. سعيد وفخور ان انا موجود واحد المكرمين في المهرجان ده، ودي مش اول مره الحمد لله، يعني انا يعني دائم على المهرجان ده. محمد كرم عن دوره بمسلسل النمر، وكانت تجربه ويا الممثل محمد امام ابن النجم الكبير عادل امام، وهذا اللي قاله. محمد شربات ودمه خفيف جدا ومجتهد جدا وخلوق جدا وانسان راقي. يمكن ده التكريم رقم 9 في تاريخ المهرجان، فانا بالنسبه لي ده حاجه كبيره جدا، كانه ولد من اولادي، وكل سنه يعني بكبر معاه قيمه وايمج، وببقى حريص على شغلي مع فناناتنا المصريات. بما انه اخر تعاون له كان ويا النجمه ناديه الجندي، سالناه عن سر رشاقته وكشف لنا سر من اسرارها. ذكيه قوي،
دؤوبة على الرياضة وعلى الرشاقة. لو جت عندي مثلا وقت غدا أو لا طب بتغدي معايا، تقولي لا طلع تفاحة خضراء من شنطتها وتتغدى بيها، فتقولك لا أنا عاملة دايت على طول أو عاملة يعني عاملة لايف ستايل مختلف. يعني دي أول جايزة يمكن من ساعة ما بقيت مسؤول عن الشركة، فجايزة غالية جدا وعزيزة عليا طبعا. دي ما جاتش من فراغ، جت بدعم كبير من العضو المنتدب للشركة مدام هالة حجازي، كانت في ظهرنا على طول. معنا نجوم الحمد لله، معنا رامي جمال، معنا واما، معنا احمد باتشان، معنا تامر علي، فده نتاج شغل سنتين الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن باذن الله. علي، حابة اسالك عن رايك بدخول اولاد الفنانين للوسط. وين غلط؟ انا اشوف اذا كانوا هم موهوبين وقادرين يفوتون لمجال الفن او التمثيل او غيره. صحيح. لا قادر معه بالعكس. صحيح. حتى احنا سبق وشفنا يعني هواي نجوم مثل حاتم العراقي، حاتم ومثل عاصي الحلاني همينا، اي الوليد الحلاني، كثير نجوم أولاد. حتى اولاد عادل امام. مضبوط. صحيح. يعني مخرج وممثل و... لا صحيح. بالعكس، وكثير من النجوم عندهم اولادهم داخلين وسط الفني، فاذا طبعا اذا موهوبين مو غلط. اكيد, أكيد. وطبعا ابن عادل امام اللي ذكرناه الان، وزياد ابن ست فيروز، وغيرهم هوايه من مواهب قدرت ترسم خط خاص بها وتنجح. صحيح علي، على سيرة عاصر حلاني. نعم. طبعا احنا عرفنا انه ابنه الوليد الحلاني اصدر كليب اغنيته جديدة، وطبعا احنا كنا متواجدين بالكواليس حصريا واولا. خلينا نروح نشوف شلون كانت اجواء التصوير. نشوف. خلاص يا ما بدي اتجوز. يلا الوليد، يلا يا حبيبي. شو بالقوة بكير علي على الحب. من حوالي شهر ونص صور النجم وليد الحلاني كليب اغنيته الجديدة بكير على الحب شوارع بيروت ويا المخرج أحمد المنجد. بس هالمرة الوليد دا يطلع بصورة جديدة كلش مختلفة، وهالشي كان واضح من المشاهد اللي رصدتها كاميرتنا. الوليد اختار يطلع بلوك شعبي، وشفنا ويا المودل اللي دا تلعب دور حبيبته على الماطور وبشوارع المدينة على عربات الشارع وعلى الرصيف. وهالصور نادرا ما يقدمها فنان شاب بمحاولة للتقرب من صورة الناس الحقيقية والواقعية. والوليد حب يحكي لنا عن تفاصيل العمل، وهذا اللي قاله كاميرا ستارز اون يو تي في. ثانك يو ليو تي في اللي مواكبينا دائما اللي ياخذوا اخبارنا. شو عم نعمل اليوم يا احلى مخرج؟ كسر الدنيا بفيديو كليب رائع وفكره جديده للوليد، وحتشوفوا وليد بكثير لوكات وكثير اشياء جديده وكثير كاركترات جديده. صح. غنية اسمها قلب جديد، كلمات والحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صباغ، وان شاء الله قريبا بتنزل والكليب مع المخرج المبدع احمد المنجد. وي لاف يو اول. الكليب اللي صدر يوم أمس يمثل صورة كل شاب عربي وواقعه بقالب كوميدي لطيف، وكأنه فيلم قصير عن حياة أي اثنين يحبون بعض ويقرر يقدم لها للزواج. يعني ممكن نقول من اللي شفناه أنه وليد جاهز يكون ممثل بارع، بما أنه تقمص الشخصية ولعبها صح، وممكن يكون الكليب فال خير عليه ومعقول يكون عريس 2021. ننتظر ونشوف. والله يا سبا انا شفت انه الوليد ممثل شاطر، خصوصا لما شفناه بالكليب شلون يلعب الشخصيه باتقان كلش كبير. صحيح، وانا همين لاحظت هذا الشيء، وطبعا احنا نتمنى له التوفيق. وهسه قبل نشوف تقريرنا اللي جاي. انت كلش مستعجل شكلك. قبل نشوف تقريرنا اللي جاي اريدك تحكي لي شلون كانت اجواء اللقاءات وياك باستوديو اورنجي ببغداد. حقيقه سوينا لقاءات كلش حلوه، واليوم راح نشوف اول لقاء جمعني ويا الشاعر المتميز الصديق مهند العزاوي، وخاصة مقطع من قصيدته الجديدة اللي راح نشوفها سويا بالتقرير. خلينا نشوف شو مسوي التوية مهند. وعلى فكرة مو بس مهند، أكو هواي لقاءات راح تصير موجودة بستارز أون يو تي في، شوفوها أكيد طبعا. شوف مهند. ما خلصت حصرياتنا لهذا الأسبوع. خلال زيارتي لبغداد استغليت وجودي هنا، ولما سمعت عن مشاريع دا تصير باستديوهات أورنجي وتحضيرات وحركة فنية كبيرة، حملت الكاميرا وقررت أروح أكتشف بنفسي وأنقلكم الأجواء. وأول ما وصلت دخلت الاستوديو والتقيت بالشاعر المتميز والمختلف مهند العزاوي بالاستوديو، وهو دا يسجل مقطع شعري جديد بصوته. الشاعر مهند العزاوي اللي أنا أموت عليه. خذوا قلبك حقيقة. أنا ما كنت أعرف إنه أنت موجود بالاستديو 3. خذوا الأمر. بس أنا سمعت دندنة موجودة بالاستديو وكاميرا ستارز أون يو تي في تحب تقتحم كواليس كل عمل فني. وطبعاً اقتحامنا للاستديو كان إلى هدف حتى نعرف مهند شنو دا يحضر. أنا صار لي تقريباً سنة ما منزل جديد.
يعني أنا من النوع اللي يهتم بالنوعية أكثر من الكمية. لو عندي مادة تعجب الناس ومقتنع بها أنا شخصياً، لو ما أنزل. هي مادة يعني قصيدة جديدة. بقيت تقريباً أنا أكتب بيها 10 أشهر. كل قصيدة تأخذ منك تحضير 10 أشهر يا مهند؟ نوباتك القصيدة ممكن تأخذ عندي يوم، مو بالضرورة. تمام. أي بس هاي سبحان الله يعني صار هاي السنة كلها أنا أجهز بهاي القصيدة. يعني إن شاء الله بالأيام القريبة القادمة راح تكون أصلاً. بعيداً عن الشعر الخاص بيك، نسمع كلماتك دائماً بغنيات تتعاون بها ويا نجوم الفن. بعد ملحم زين، حنشوفك ويا منو؟ أنا أحب التخصص. أوكي. أنا شاعر قصيدة. أوكي. يعني ممكن عندي أعمال يعني فنية. يعني قبل فترة مثلاً طلعت عمل الملحم زين. بالفترة القريبة القادمة إن شاء الله عندي عمل الفنان نور الزين. أنا أشتغل جانب الأغنية اللي هي التتشات. عدوية قصي حاتم تحياتنا إليه، بقية ما أقدر أعلنه. هذا على صعيد الشعر والقصيدة والتعاملات ويا الفنانين. أي. بس هو زميل إلي كإعلامي. أنت ناجح جدا في تقديم البرامج. تفضل عمرك. أوكي. شهادة. تجربة حلوة هذه تحسها. أي طبعا. دخلتك لعالم. طبعا. تجربة مهمة. أوكي. بالتالي تنضج حتى مفرداتك اللي تختارها بالقصيدة. تنضجك كشخص. تخليك تتحمل مسؤولية القيادة بصورة عامة اللي يخرج. أوت كام من الشاشة يكون قائد لمجموعة من الناس اللي جاي تتابعه. فبالتالي مسؤوليتي بالقصيدة من بعد التقديم زادت للأمانة. اتمنى لك التوفيق يا حبيبي. حبيبي تسلمني. وبالاستديو كان الموزع موجود طبعا، وشاركنا شويه لحظات تحضيره داخل الاستديو ويا مهند العزاوي. شكرا جزيلا. عفوا. تعاملاتكم ماكو اروع منها حقيقه، وان شاء الله ننتظر اعمالكم الاكثر تالقا بعد واكثر بكل شيء. ما حبيبي علاوه نتمنى لك كل التوفيق ومنون. يعني ما شاء الله عليك مسيطر اليوم على الحلقة. ما أقدر أسيطر بدونك. فنانين اللقاءات والمقابلات خلص الحلقات الجاية والتقارير أنت وياي. وياك لازم. أصلاً أنت يعني هاي خيانة تزور أرض الوطن بلا ياي. مو قلت ليش تعالي أنت عاد صار عندك شغل وتفاصيل. أوعدك وأوعدك قدام المشاهدين كونين وياي. سمعتوا هذا وعد ترى من عدة. وعد. منك. بزيارة البغداد حقيقة سويت هواي لقاءات ويا نجوم، أكيد نشوفها بالبرنامج ستارز أون يو تي في، ورافقنا النجوم وتحضيراتهم وكل التفاصيل والحصريات فقط هنا ستارز. طبعا قبل نتابع صار وقت هسا نروح بريك صغيروني ونرجع لهم، لا تروحون بعيد. يلا. رجعنا لكم بعد الفاصل ببرنامج ستارز اون يو تي في، وحلقتنا متنوعه وبها كل شيء. صار وقت نروح لبيروت الجميله وندخل بكاميرتنا الكواليس مسلسل هروب اللي يجمع شجون الهاجري وباسم مغنيه وجسي عبدو، ونشوف شنو اللي محضرين انه. وطبعا قبل لا نروح نشوف منتج العمل، انطانا تصريح حصري انه وقع ويا النجمه هند نزار لرمضان 2022. حلو. شنو تتوقعون ده يحضرون؟ كلش حلو. انا احب اداء حقيقه هند، ولا تخافون فريق ستارز اون يو تي في راح يرافق هند قريبا ونعرف كل التفاصيل باول لقاء وياها. يلا نشوف التقرير. يلا نشوف. من ابرز الاعمال اللي تتصور ببيروت حاليا مسلسل النجمه الخليجيه شجون الهاجري، اللي اجتمعت لاول مره بالنجم باسم مغنيه والنجمه جسي عبدو ومجموعه ممثلين لبنانيين وعرب بعمل اسمه هروب من انتاج ايجل فيلمز واخراج محمد جمعه. كواليس المسلسل كلش مشوقه وممتعه، ورزتها كاميرتنا خلال زيارتنا لموقع التصوير. واللقاءات ابتدت ويا نجمة العمل شجون الهاجري ومنتج العمل جمال سنان، اللي يجتمعون لثالث مرة بعد ملاك رحمة ودموع فرح، وواضح ثنائيتهم مستمرة بالنجاح. أنا أكثر من ممنونة ومشكورة لأن أنا أكون واحدة من بنات شركة إيجل فيلمز، وربي لك الحمد أستاذ جمال مو مقصر. التعاون هذا كان من 2019 وأنا طماعة فيه، وهو عارف هذا الكلام، والنعم في كل الشركات، بس الحمد لله يا رب موفر لنا كل الأشياء اللي نقدر أن احنا نقدم فيها العمل المتكامل للمشاهد. افتخر شخصيا وشركة إيجل فيلم تفتخر أنه نعنا النجمة اللي بحبها كتير شجون، اللي هي وقت ما تعرفت عليها قلت لها انت انسانه رائعه. نحن بنشوف حالنا بالوطن العربي بالخليج بالتحديد انه عندنا فنانه موهوبه جدا، دائما عم تتالق، دائما عم تعمل ادوار تتحدى، وهذا نادرا بنلاقيه عندنا بالعالم العربي. حاليا شجون مشغوله بتصوير هروب،
اللي تقدم به شخصية جديدة، كل جمهورها بانتظار يعرفون تفاصيل عنهم. أنا جسد شخصية ميرا في مسلسل هروب. ميرا بنت كويتية تمر في مشاكل ومنها مشكلة كبيرة جدا تضطر للهروب، وفي رحلة الهروب هذه تكتشف نفسها. كذي زين عشان ما أحرق العمل، أوكي. سويتي جدل كبير بالخليج بدورك بمسلسل ملاك رحمان، كان التحدي حقيقي إلك. رحمة كانت من أصعب الشخصيات اللي جسدتها، الحمد لله جسدتها وخلصت، وصعبة جداً. هروب، ميرا في هروب شخصية هم صعبة، بس بتكون قاعدة تمر في مش العقد النفسية اللي مرت فيها رحمة في ملاك رحمة. رحمة هي مجرمة وبريئة وقاتلة ومظلومة، فاللي حسيته من تفاعل الجمهور أن واصلهم، يعني يزعلون عليها ويزعلون معها. رحمة فيها مشاعر المرأة اللي ما شفناها وايد، طلعت في مشاعر مخزونة، مثلا حبها لصديقتها وكمان حقدها عليها لأن أخذت منها مثلا حب حياتها. فهذه مشاعر ممكن أن أنت تتعاطفين وتكرهين، فأحس هذا اللي واصل الجمهور. نرجع لجمال سنان اللي داخل الإنتاج العراقي بقوة حتى يحكي لنا عن المشاريع القادمة. والعراق هو قلب العالم العربي، فأكيد حيكون نحن مهتمين بإيجل فيلم بالسوق العراقي جدا، لأنه قدير وسوق كله فن، يعني حيكون عندنا خلطة كتير كبيرة فيها عراقي، وأيضا حيكون في عنا عدة أعمال عراقية كويتية بان أرب عراقي، فالسوق العراقي مهتمين فيه جدا. بس ضروري تنطينا أسماء ويا منو من نجوم العراق راح تشتغلون قريبا. وقعنا مع النجمة هند نزار، وإن شاء الله حيكون عمل مميز بشهر رمضان. جولتنا بكواليس هروب مستمرة، وجسي عبدو من الشخصيات الأساسية بالعمل، فشنو عدها تقوله عن الدور الجديد؟ بالمسلسل أخذ شخصية اسمها سمر، فهيدي الشخصية شوي مستفزة، وفي شوية غموض حول علاقتها بكذا شخص وحول قصتها. هو مستفز لإلي أول شيء، لقدرت أني مثلها وأني حب هيدا الدور عن جد، وللجمهور رح تكون شوي مستفزة كمان. جسي رفعت مستوى التشويق، بس باسم مغنية بطل العمل اختار يشوقنا على طريقته. زكي هذا المسلسل بخلي المشاهد يتابعه ويشارك مع، إذا بدك، مع أبطال المسلسل، بيحلل بيقرر، وهذا من أنواع المسلسلات الصعبة جدا، مثل ما عملنا بلا الموت وقبلها بتانجو، من هون أنواع المسلسلات الثقيلة. يعني سعيد جدا أني أنا موجود بهذا العمل، بضم بيئة كبيرة من الفنانين الشاطرين الممثلين اللي أنا بحبهم، وإخراج الأستاذ محمد جمعة اللي أنا كنت معه بقراءة الفنجان. نريد تفاصيل أكثر عن دورك سيادة المحقق. دايما عم بيركض وراء القضية ويعرف مين، وبيشك بكتير عالم، وشغلته بالحياة هو يشك، لأنه هيدا شغلته كمحقق، فكل ما يشك بحدا بيكتشف شيء جديد. شجون من الناس كمان، إذا بدك شخصية ميرا هي اللي بتضل هربين من محل لمحل، خايفة إنه يتهموها عن جد، أو يمكن تكون هي بالآخر، ما بعرف، بس أنا لحقها من محل لمحل كمان بالمسلسل. باسم، ده تقدر تفهم اللهجة الكويتية من شجون لو ده تواجهون صعوبات بالتواصل ويا بعض؟ أوقات ما بفهم عليها، إلا شو عم بتقولي شيذي، بتقولي شيذي، وهي كتير مهضومة وكتير طبيعية وتلقائية، فبتوصل لمرحلة بتحكي حكي كويتي، إذا بدك حكي الحقيقي تبع الشعب، وهيك هذا الحكي تكون صعب علي أوقات، يعني فبصير لها أنه شوي شوي علي أفهم عليك شو عم تقولي. بحبها كتير لشجون، لأنه بالحياة طبيعية وبالشغل بالتمثيل طبيعية، وهي نجمة كتير كبيرة، أنا سعيد جدا بهذا الشيء اللي عم نعمله. شخصية جاسم شخصية غامضة، ما تعرفين إذا هي كانت شريرة ولا منيحة، عرفتي فيها يعني عليها وايد علامات استفهام، هذا اللي أقدر أقول لك عن الشخصية عشان لا أحرق. بس دوري فادية، إنسانة كتير جدية محامية، ومرفقتها لميرا يلي بتلعبها شجون، مرفقتها بالسراء والضراء مثل ما بيقولوا، يعني صديقة وأخت ومساندة لإلها من الأول للآخر. قصة شخصية بنت كويتية اسمها ميا، بتقدمها شجون، شجون الهجفي. بيحصل لها موقف، مشكلة كبيرة في بداية الأحداث، المشكلة دي بتتطلب منها أن هي تهرب. رحلة الهروب دي ميرا بتبتدي تكتشف نفسها، بتكتشف شخصيتها، وإحنا كمان كجمهور بنتعرف على الهيستوري بتاع الشخصية وسط ما الأحداث ماشية لقدام، لأنه هو المسلسل طبيعته فيه ثريلر وكرايم، ف
فالتوليفة نفسها عجبتني. أنا قريت الورق بتاع الدكتورة حنين عمر والحقيقة يعني كنت متحمس جدا ان انا اعمله، والحمد لله احنا شغالين اهو، ان شاء الله تطلع النتيجه كويسه باذن الله. دور كتير حلو بالمسلسل وكتير غير ما العالم معودين عليه. انا راح اكون بارت من الجود جايز فلازم تنطروا لتشوفوا. اما النجمه ماجي بغصن ففاجاتنا بحضورها، وكان وجودها صدفه خصوصا انه يربطها بنجوم العمل صداقه كبيره، وشفناها بالكواليس قاعده تسولف ويا الكل، وكالعاده نشرت اجواء ايجابيه. فهل تواجدها هو دعم لاصدقائها؟ بصراحه هني مش بحاجه ابدا لدعم، لانه دعمهم منهم وفيهم بهالعمل الحلو بهالكاست الحلو، بس لانه في مجموعه اشخاص كتير بحبهم مثل شجون، باسم مغنيه، جيسي، كارول، عبود، جاي لعندهم زياره هيك على البريك لشوفهم ولانبسط فيهم. يعني كلنا بانتظار هالعمل اللي مبين مختلف كلش، ورح يكون محطة مميزة بمسيرة كل ممثل مشارك فيه. بصراحة احنا ما نقدر نلتقي بكل هالنجوم وما نسألهم عن هواية مواضيع تخصهم بعيد عن المسلسلات. صحيح، واستغلينا وجودنا بالكواليس وشاغبنا شوية وسألنا باسم أغنية عن خلافه ويا محمد رمضان، وعرفنا جانب من شخصية ناديم نسيب جين بلسان كارول عبود اللي رافقتها مسلسل صالون زهرة. على سيرة صالون زهرة أكيد شفته. طبعا يجنن. لا فتشي يعني أني أقعد على أعصابي أول شيء، ثاني شيء إش قد كيوت، كلهم كيوت بالصالون. ايش عبالك اتمنى افوت اسوي شعر يمهم. طبعا تحبون هالاشياء، بس نادين انا كل عمل النادين لازم اتابع. تعرف علي الحلو كلش بالمسلسل انه بكل مشهد وبكل لقطه اكو رساله توصل. كلش حلو بالفعل. هو اداء نادين نسيم جيم مذهل بكل الاعمال اللي دا تقدمها. طبعا اكيد، ونادين خياراتها على طول موفقه، والعمل مسوي ضجه على السوشيال ميديا فظيعه بصراحه. انا اشوف انه نشوف التقرير. يلا. على هامش كواليس مسلسل هروب استغلينا وجودنا بين نجوم العمل حتى نسألهم عن مواضيع مثيرة للجدل شغل الرأي العام، والبداية من الانتقاد اللي وجهها النجم باسم مغنية للنجم محمد رمضان بتغريدة طالب بيها بالتوقف عن إثارة الجدل، وانتقادها على الإساءة لنجمات لبنان بعد انتشار هالتصريح له. مين الفنانة اللبنانية اللي بتتمنى تعمل معها ديو؟ لسه ما جاتش يعني. الفنانة اللبنانية اللي بحلم أعمل معها ديو اعتقد ممكن لسه ما خلقتش قصدك يعني. ممكن تظهر بعد 15 سنه. ويانا وضح باسم الموضوع. انا ما عندي مشكله شخصيه معه، انا بحبه كفنان وبحبه كمغني حتى، رغم انه ما عنده صوت جميل، بس بحب الشيء اللي عم يعمله، هو كثير ذكي. بس انا ضد انه القصص اللي بتصير الجدل يعني. انا في اعمل اثاره الجدل، اطلع احكي قول اي شيء هلا ضد اي حدا، وكل الناس بتحكي عني، ما انا صعبه، بس انه انا اتفضى يعني لشغلي، كل انرجي تبعي بشغلي لأعطي الأفضل دايما. حرام هيدا الشيء ممكن يخسره من شعبيته بمحلات، وممكن يخسره من هذا، رغم أنه بمقابلة تانية كمان قايل أنه أنا بحب أشتغل مع هالفناني وهالفناني، فبحس في انفصام بالرأي. أنا برأيي خليه يركز بشغله أكتر، لأنه هو شاطر وذكي ونجم كتير كبير، فبكفي مش بحاجة لإثارة الجدل. بعيد عن المشاكل، جسي شاغلة الناس بجمالها وإطلالاتها، فشنو السر؟ مش سر، هو كل الناس يعني يعني المعروف كله، بس أنا بهتم زيادة يعني. أنا ما بنام بالميك أب، إذا ما عندي تصوير ما بحط ميك أب أبدا، إذا ما عندي شيء بفضل حط كريماتي وماسكاتي وذاتس إت. بعمل سبور أوقات، أنا أمي فيتنس ترينر، فأنا عندي السبور بالبيت، إذا بس يكون ما عندي تصوير وعندي وقت بعمل مع صفوف، غير هيك لا أنا ما بعمل دايت، أنا باكل كل شيء وما بحرم حالي من شيء وهيك، بس إنه الحمد لله. وبما أنه علاقتها بالنجمة ماجي بغصن مو عادية ودائما حديث وسائل التواصل الاجتماعي، كان لازم نسألها عنها. هاي حبيبتي، هاي حبيبة قلبي، ليك اليوم إجت كبستني على السات، عملت سيربريز. هيدي يعني رفيق الدرب بدك تقولي، يعني مثل اخت، حدا عزيز كتير. نفس المشاعر موجوده عند ماجي اللي مو ممكن نلتقي بيها وما نسالها عن التحضيرات للجزء الثاني من مسلسل الموت. شيء كتير جديد، الجزء الثاني فيني اقول لك هيك بكلمه مختصره، امبلي، لانه نحن عن جد مصدومين عم نقرا ومبسوطين كتير ومحمسين. فقد ايه كان في جماليه بالجزء الاول وسسبنس، والناس ناطره رح تنطر اكثر ورح تحب اكثر. بقول لنادين جابر يعطيكي الف عافيه، لانه حاطه مجهود كتير كبير كمان بالجزء الثاني، وان شاء الله
يطلع هيك يحبوه الناس كتير. كارول عبدو دا تحقق حاليا نجاح كبير بمسلسل صالون زهرة، فحبينا نعرف طبيعة علاقتها بنادين نسيب نجيم خلف الكاميرا وشون كانت. كان أول مرة بتعرف على نادين وتفاجأت بإنسان كتير لطيفة وكتير مع طاقة على الست يعني، ولطيفة ومتواضعة. كل الأكيب كل الجو كان كتير حلو، توني بجنن، معتصم، نهلة ولين والكل وزينة بجننوا. تسلينا. وطبعا سألناها عن الموت اللي سوت بيه نقلة نوعية بمسيرتها بشخصية سارية اللي الناس حبتها هواية بيها. ناطرنا شخصيات جديدة بدها تفوت معنا على المسلسل كمان، راجعين بشي بعد على ليفل أعلى لأنه جزء تاني، ولأنه لازم يكون بعد أقوى من الجزء. أدي الجزء الأول كان قوي، بعد جزء تاني في ضخ أكثر كتابياً إنتاجياً وأكيد من الممثلين. علي، حابة أسألك، أنت توافق باسم باللي قاله؟ شوفي، أنا وافق باسم. ليش؟ لأنه محمد رمضان هو ما يحتاج يشاغب حتى يكون ترند. هو فنان ناجح قوة وقدر يوصل رسالته الفنية، إذا كانت استعراضية إذا كانت دراما، لا قدر يوصلها بشكل تمام وناجح، يعني ما يحتاج إنه يشاغب مثل ما ذكرنا. طبعاً ويا كل احترامي الرأي، بس أتصور إنه ما لازم الفنان يتدخل بفنان ثاني أو ينطي رأيه بيه. بالنهاية كل واحد عنده محتوى، كل واحد عنده فنه، كل واحد عنده طريقته يمكن. صحيح. فأتصور يعني ماكو داعي. أنا أشوف إنه يعني صبا اللي تقولينه صحيح، بس همياً باسم صريح وما يقدر ما يجاوبنا على أسئلتنا اللي دائماً تكون مشاغبة وبيها شوية حشرية. أعرف إحنا ما نقدر نقعد تعقلين أصلاً، ما نقدر أبد. صحيح. وبتقريرنا جاي ويا الرابر السوري إسماعيل تمر، ما قعدنا راحة أكيد، وراح نشوف وبعدها ضروري نعرف شنو رأيك بالتقرير. يلا نشوف. ارتبطت بعقد بمسلسل جديد، حنبل أنا يعني متواجد ببيروت كرماله، بس للأسف ما حاحسن لك شو هو. هيك ابتدى الحوار ويا النجم إسماعيل تمر اللي وصل ببيروت حتى يشارك مسلسل جديد، رفض التصريح عن تفاصيله التزاما بالتعاقد ويا شركة إنتاجه. على فكرة ما حدا لسه يعني ما تعلن عن حدا، يعني نص الناس أو كل الناس اللي وقعوا ما حكوا، فهو يعني هذا بتعرف بدي احترم قرار الشركة. نحترم قرارك يا إسماعيل. خبرنا أكثر عن مسلسل إسكنيني اللي كتبته وكان لازم ينطلق تصويره قريبا، شنو صار بي؟ هو خلصنا كتابة 8 حلقات، مفروض كنا نفوت فيه بواحد 9، يعني أنا هلأ بدي تقريبا 100 يوم لخلص هذا المسلسل اللي أنا فايت فيه، فما حقدر أشتغل بمسلسلين، فبعتقد بشهر 12 يعني نرجع هيك نحضر له لإسكنيني ويتم تصويره، وأعتقد ما يتصور كله هون، يعني حنصور نص ببيروت ونص بدبي. أنت رابر سوري معروف كلش وكسرت الدنيا، شنو اللي دخلك عالم التمثيل؟ أنا بدايتي كان التمثيل، يعني أنا قبل الراب كنت عندي شغف بهذا الفن اللي هو تمثيل، يعني إني أتقمص شخصية، لأنه التمثيل هو أقرب شيء للراب بصراحة، لأنه الراب هو بحاكي المشاعر، بحاكي يعني عمق المشاكل، ولقيت قادر إني غني راب ومثل، فدرستها يعني. وأنا التمثيل كانت قبل الراب كتير، يعني تقريبا بدك تحكي بال 2009 شاركت بسوريا بمسلسلات، وتسافرت بعدت شوي عن هاي المهنة. ما فيني أقول عن حالي يعني إني أنا هلأ ممثل شاطر أو لا، بدنا ننطر ليطلع العمل على هوا رأي الناس. أول عمل إلي كونه هو بطولة، يا بتشجع بكمل يا برجع الراب. كل التوفيق بكل خطواتك. حتى نرجع للراب، جمعتك أغنية القصة كلها ويا نجم السوري قصي خولي بثاني تعاون بيناتكم، شنو اللي خلاكم ترجعون سوية تشتغلون؟ كان عنده فكرة أنه تعال نعمل شيء بعيد عن غنيتنا الأولى اللي هي سوري قديم، بتحفز الناس كونه هلأ شبابنا الشباب العربي بشكل عام كله يأسان بسبب الظروف، فخلينا نحكي أنه عن كل حدا فينا، إن كنت أنا أو كان قصي، عن الأمور اللي واجهها بحياته، وبلشت أكتب عني وعنه، يعني عن كقصي وكإسماعيل كحياة كيف عاشوا وين وصلوا. بعيداً عن الشغل، علاقة صداقتهم قوية ومتينة، وهالشي واضح جداً على السوشيال ميديا. أبو عميد حبيب قلبي، وجه لك تحية. هذا يعني إنه إحنا رح نشوفكم سوا بالتمثيل مثل ما شفناكم بالراب؟ إيه أكيد. سؤال ملغوم هذا.
ما راح نفوت تفاصيل أكثر طالما أنت ما تريد تحكي عن العمل. المهم الوسط الفني مو سهل، والفنان يواجه نقد قاسي. شنو أكثر موقف أو نقد أزعجك يا إسماعيل؟ بشكل عام كثير في شغلات زعجتني بالحياة. أكثر شيء بصراحة بيأثر فيني لما مثلا غني عن سوريا بيطلع حدا يعني بيقول لي إنه أنت كيف عم تغني عن سوريا وأنت برا، يعني لا إنه أنا سوري فأنا فيني غني عن وطني لو كنت برا. صار يعتبروها مزايدة. يعني في ناس بدياكي إذا ما غنيتي ديس أو إذا ما شكلتي بالميوزك اللي هو النيو سكول اللي هلأ دارج بيعتبروكي إنه أنتي ساتك أولد سكول، فإنه لا أنا عرفان هذا الشيء وأنا حابب أعمله إنه أنا أكون اللي خط هو الأولد سكول. بس في ناس ما بتفهمني، يعني في ناس لا إنه شو انسى للرسائل والفن الهادف وتعال اعمل شيء بيرقص وهيك. مالي ضده لهداك بس مو أنا، يعني أنا مالي جاي لحتى رقص الناس وهيك بس يسمعوا ميوزك لا. فهدول القصص يعني هيك كانوا يحزوا بقلبي يعني، بس انه هلا وصلت لمرحله التطنيش من كل شيء. من اول الحوار ريد نسالك عن التاتو اللي بايدك، شنو قصته؟ زين انت ترددت قبل ما تسوي؟ خصوصا انه مجتمعنا ما يتقبل التاتو بعد. يعني فكره انه اسماعيل تمر عمل تاتو بصدمت ناس كانه انا يعني عملت شيء فظيع. يعني مثلا انا كثير بحب اعمل تاتو بس ما كنت اعمله كرمال الناس، مو كرمالي. فكنت اول شيء بحاصر حياتي انا كاسماعيل بالناس شو بدها من 3 سنين. يعني هيك بعد ما الانسان بيوعى وبيجرب او بيسافر او بيقرا كثير بتحسي انه انت مين، يعني انت وين هويتي انا كاسماعيل. فلقيت حالي فاقد الهويه كاسماعيل، كل شيء عم بعمله هو لاثبات ارضاء ناس، ارضاء مجموعه او ارضاء الكل. بيوعى الواحد وبيكبر وبصير بياخذ قراراته الصحيحه كونه انا عرفان حالي ما عم بنسي حدا وما عم بعمل شيء غلط. ما عم بحكي بس على تاتو يعني، بس هو هي فكره انك انت اذا ربطتيها بتربطي حياتك كلها بالناس، خسرت حالي. هذا اول مره بحكيه على فكره يعني بهيدا اللقاء. يعني اكيد في ملايين الشباب والصبايا مثلي عايشين بهي الدائره تبع الخوف من كلام الناس فقط، بيعملوا شيء لو كان بيغضب الله بخافوا من الناس ما بخافوا من الله. طب في قوقعة عايشين فيها نحن، اللي بده يقدر يطلع فيها فحيكون مبسوط. شنو دلالة هالتاتو تحديدا؟ هو في له رمزيات، يعني كل انسان بيعمله. في عالم بتعمله عند الموت لما يفقدوا شخص بحياتهم. انا والله بيحكي عن مرحلتين بحياتي بصراحة، يعني مرحلتين عشتهم، وفكرة اني عملت تاتو هو هي فكرة. خلينا شوي ندخل تفاصيل حياتك الخاصة. ما نشوف هواي صور لك وزوجتك، شنو السر وليش مخبيها؟ مو ما منشوف كثير، ما بتشوف بنوم. هي بتحب بس بطلت تحب من سنة. يعني هي كانت من سنة تقلي انه ليش، بس مو بزعل يعني، لانه انا بتعرف مخي انا بغار كثير. فاختصار لوجع الراس، عندها حساب برايفت بتنزل صور وضايفة رفقاتها واهلها وهيك، عايشة حياتها يعني انه بتنزل كذا بس خليها على الكلوز. يعني غير عليها بس لو انت كل الشرقي او هروب من وجعة الراس. بيجرحوا الناس لانه شفت بعيني كذا حدا كيف الناس نقدهم جارح، فما بتعرفي شو ممكن نزل صورتي أنا وياها، ممكن يصيروا يعلقوا لها كلام حلو أنا ما بتقبل. أنا حدا منفتح للحياة، هي بتلعب جيم وتروح بتدرس بتروح مع أصحابها، بس إنه الانستغرام خلي لي إياه لأنه أنا بعرف حالي يعني رح يصير في شيء يضايقني، وقلت لها ممكن يسبب هذا لأنه نحن نترك، فخلص هي يعني لا إذا هيك بلاها. قبل ختام الحوار أريد نسألك، منو من نجوم العراق تحب تسمع أغانيهم؟ بتذكر أول حدا سمعت له اللي هن كاظم الساهر وسعدون جابر. سعدون جابر غنى عن الأم، غنى عن الحياة، غنى عن هيك أمور، وبتعرف كاظم يعني هو أسطورة. ومن هم النجوم الشباب؟ من الجداد بسمع نور الزين، حسام الرسام، سيف نبيل، يعني هدول الثلاثة أكثر شيء أنا ممكن هيك بتلاقي بسيارتي بحط لهم. سبا شنو رأيك؟ يعني شوف علي، احنا بكل صراحة احنا سبق وحكينا قبل بالحلقات الماضية عن موضوع الغيرة، صح؟ فاني ما اعرف هل هو غيرة او هل هو حرص، بس بالنهاية هو متزوج، يعني هاي مرة ناضجة وهي ادرى طبعا اذا هي تريد تفتح الاكونت او ما تفتح الاكونت. فاني اتصور هاي شوية حرية شخصية ما يحق له يتدخل بيها. انا مع انه أعطيها مطلق الحرية، لأنه أكو ثقة، لما تكون ثقة موجودة خلاص أنسى، لازم تعطيها كامل الثقة وتنطيها حقها. وإحنا سبق وقلنا يعني الحرص والغيرة الزايدة همينة تخنق، وهذا شيء أكيد يأثر على العلاقة الزوجية. حسي هذا حرص؟ مدى أقول لك هو يمكن حرص زايد، أو ما أريد أسميها نوع من الأنانية.
انا احس انا حروح اكثر قاسي، انا حاسه انانيه. انانيه صح؟ اي بس انا استحيت اقولها. لا انا اقول لك انا حسيت انانيه. انا استحيت اقولها. ما علينا، اكيد الفنان اسماعيل هو عنده ستايل الحلو ويقدم اشياء حلوه للساحه الفنيه. اوكي شويه قصينا عليك بس انه راينا الشخصي هذا، مع ان انا اسفين جدا. هسه خلينا من الراب ونروح نسوي جوله على اخبار الترند واللي كانت فايرل على السوشيال ميديا هالاسبوع. من زمان احنا ما نزلنا هذه الفقره لان كانت حلقاتنا مليانه اخبار، بس بهذه الحلقه راح تكون راوند اب موجوده. خلينا نشوف شنو جديدنا. أخبارنا هالأسبوع متنوعة، نبدأها بالفيديو اللي كان فايرل على السوشيال ميديا من كواليس أحد حفلات النجم ماجد المهندس ويا مدير أعماله فائق حسن، واللي كان دايبارك له بزواجه من أصالة بشكل غير مباشر. وشفنا ماجد بالفيديو مهتم بفائق ويرتب له عقالة ويغني له كشكل من أشكال التهنئة والمباركة. مكملين بأخبارنا ويا أصيل همين اللي أحيت حفل فني جماهيري بالسعودية ويا عباد الجوهر بالعيد الوطني السعودي. وأصيل اختارت فستان باللون الأخضر كدلالة على رمزية المناسبة ونشرت عدها فيديو من كواليس الحفل والتحضيرات له. قريباً عمل جديد تظهرون قريباً جداً مع المخرج فهد الخالد الأغنية نار. أما المخرج فهد الخالد فنشر على صفحته فيديو يجمع بالنجم علي السالم من كواليس تصوير كليب أغنيته الجديدة بأربيل، ووعد كل المتابعين أغنية كلش حلوة تعاون بيها ويا نفس فريق عمل أغنية خط أحمر اللي صدرت قبل سنة وحققت أكثر من 13 مليون مشاهدة على اليوتيوب. همين هالأسبوع كان النجم مصطفى العبدالله حديث الناس بعد حصوله على جواز سفر خاص وحصانة دبلوماسية من الحكومة العراقية. مصطفى مشغول حالياً بالتحضير لإطلاق كليب جديد صوره ويا حامد الجمل ونشر صورة تجمعه وياه بأبو ظبي وعلق عليها مع الغالي الأستاذ حامد الجمل قريباً. أما النجم السوري تيم حسن فنشر على صفحاته الإعلان الرسمي الأول لمسلسل الهيبة الجبل اللي يعتبر الموسم الأخير من سلسلة الهيبة، والملفت بالإعلان أنه جبل بهالموسم دي حارب داعش، فشنو علاقة جبل بداعش وشون توصل الأحداث لأنها تحطها بمواجهة وياه؟ الجواب قريباً مع بدء عرض الموسم اللي تشارك به البطولة النجمة أيمي صياح. ونبقى ويا الأخبار الأكثر تداولاً وهالمرة من جرش الأردن اللي أحيت بيها النجمة ماجدة الرومي حفل فني ضخم، بس اللي أثار الجدل كان هالفيديو لحظة فقدانها توازنها على المسرح وسقوطها. ماجدة تعبت شوية بسبب الإجهاد ورجعت على المسرح وغنت أجمل أغنياتها وهي اليوم بخير وصحتها تمام. باليوم الثاني كانت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم نجمة المهرجان وقدرت تحقق نجاح كبير بالحضور الجماهير الكبير اللي حققته، ونشرت هالفيديو وعبرت عن سعادتها بالحفل. أما أدهم نابورسي فكان كلش سعيد، بس السبب كان أنه تخرج من كلية المحاسبة وحصل على البكالوريوس من جامعة الأردن ونشر صورة تخرجه وكتب تحت البوست بفضل الله نجحت، شكراً لعائلتي وأصدقائي اللي شجعوني أكمل دراستي. منى الشلبي شغلت السوشيال ميديا بخبر ترشحها لجائزة الأيمي الدولية، وهي أول ممثلة مصرية عربية تترشح لهذه الجائزة عن أدائها المميز بمسلسل في كل أسبوع يوم جمعة اللي حققت بيه نجاح كلش كبير. وللأمانة تميز بالعمل همين آسر ياسين اللي يستحق بجدارة جائزة أفضل ممثل. أخيراً بهذا البوست احتفلت النجمة أحلام عيد ميلاد زوجها مبارك الهاجري وكتبت له كلام مؤثر قالت بيه: كل عام وأنت أطيب وأطهر وأجمل شي عرفته، كل عام وأنت حبيبي وصديقي وتاج راسي وسند. بسرعة كلش وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. للأسف
للأسف. ما أحب هاي اللحظة. ومثل كل حلقة نوعد المشاهدين بمواضيع كلش مهمة الأسبوع اللي جاي، وطبعاً رح نلتقي بالفنان زيد الحبيب ونعرف آخر أخباره. وهمين عندنا الجزء الثاني من لقائنا ويا الجميلة سلاف، ولقاءات متنوعة من استوديو أورنجي، ولقاء خاص ويا النجمة المصرية حنان مطاوع، وتغطية حصرية الكواليس كليب علي ليو، سبب غياب مريتا الحلاني وهجوم الناس عليها نكتشفه الأسبوع اللي جاي، ومواضيع هواية تهمكم راح تعرفوها بموعدنا اللي يتجدد مساء كل جمعة الساعة 11 على قناة يو تي في. خليكم ويانا الأسبوع الجاي وتصبحون على ألف خير. إلى اللقاء.